مرحبا، أنا الدكتور كريم سيرمينيتشي، طبيب شرح في مستشفى ريتم عثمان غازي الخاص، حيث أعمل كأخصائي جراحة عامة. سأتحدث إليكم اليوم عن تكميم المعدة. استئصال المعدة أو ما يعرف أيضا بجراحة المعدة الأنبوبية هو النوع الأكثر شيوعا من جراحات السمنة في جميع أنحاء العالم. هناك العديد من الطرق الجراحية لعلاج السمنة، ومن بينها نجد أيضا الجراحة الأيضية. بالرغم من ذلك، فإن عملية تكميم المعدة تعد أكثرها أمناً، فهي لا تسبب أي مشاكل صحية بعد الجراحة مثل اضطراب الامتصاص وما إلى ذلك، كون الغرض منها هو تقليل حجم المعدة لا أكثر. من يمكنه إجراء عملية تكميم المعدة؟ من أجل معرفة ذلك، أقوم أولا بحساب مؤشر كتلة الجسم. فإذا كان المعدل يساوي 40 وما فوق، فيمكن تطبيق هذه العملية على أي مريض، حتى على الذين لا يعانون من أي أمراض شائعة. كما يمكن أيضا إجراء هذه الجراحة على المرضى الذين يتراوح مؤشر كتلة جسمهم بين 35 و40، شريطة معاناتهم من مرض شائع. للعلم، فإننا نقصد بالمرض الشائع أحد الأمراض المصاحبة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. كما لا يفضل إجراء جراحة تكميم المعدة للأشخاص الذين لم يتجاوز مؤشر كتلة جسمهم 35، إلا إذا كان المريض مصاب بمراحل متقدمة من مرض السكري. لا يوجد أيضا فرق كبير بالنسبة للعمر المناسب لإجراء هذه العملية مقارنة بعمليات التمثيل الغذائي الأخرى. يمكننا إجراء هذه العملية بكل سهولة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عام إذ لم يكن لهم أي مرض خارجي مزعج للغاية. بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، يجب عليهم أولا الحصول على موافقة الأسرة أي الوالدين قبل الخضوع لهذه العملية الجراحية. لكن بصفة عامة، فإن أكثر شريحة عمرية مناسبة لهذه العملية تتراوح ما بين سني 20 و65. كما ذكرت سابقا، تعد جراحة تكميم المعدة أكثر أماما مع مضاعفة أقل مقارنة مع جراحات إنقاص الوزن أخرى. نقوم بإجراء هذه الجراحة عن طريق استخدام المنظار. قبل القيام بهذه العملية، لابد لنا من إجراء بعض الاستعدادات اللازمة. أولا، يجب علينا إجراء تنظير داخلي للمرضى من أجل التأكد من سلامة المعدة وعدم أي وجود مشكلة صحية كالالتهابات والتقرحات، وإن وجدت يجب علينا علاجها أولا. بعد ذلك يتم إجراء فحوصات الدم العامة، استشارة الطبيب النفسي وطبيب أمراض القلب وكذا أخصائي الطب الباطني والتخدير. طبعا يتم أيضا فحص المريض أولا من قبل أخصائي التغذية قبل العملية، لأننا سنقوم بمتابعة حالة المريض الصحية بعد الجراحة سويا. بمجرد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، نقوم بوضع المخطط الجراحي لعملية تكميم المعدة. نقوم أثناء العملية كما يحيي اسمها بإزالة حوالي 80% من المعدة، ولا يبقى منها إلا جزء يمتد من المريء يكون على شكل أنبوب أو موزة. نخرج المعدة التي أزلناها من خلال الشقوق الجراحية الصغيرة التي أحدثناها من خلال استخدام المنظار، وثم نقوم بإرسالها إلى قسم الأمراض بعد عرضها للمريض. تستغرق العملية برمتها حوالي ساعة إلى ساعة ونصف، وبعد الانتهاء منها يتم نقل المريض إلى غرفته. 1 ساعة 1.5 ساعة kadar sürüyor. Ameliyat bittikten sonra hastayı odamıza alıyor. لمرور يوم إلى يومين على العملية، يبدأ المريض في اتباع الرجيم الخاص به الموضوع خصيصا لهذا الغرض. بعد التأكد من عدم وجود أي تسرب، نقوم بتنظيم النظام الغذائي للمريض مع أخصائي التغذية، ثم نرخص للمريض مغادرة المستشفى. في اليوم 10 نقوم باستدعاء المريض وإجراء فحص طبي أخير له، وبعد الاطلاع على نتائج الفحوصات نرخص له السفر والعودة إلى المنزل. يصل المرضان إلى وزنهم المثالي في غضون 6 أشهر من العملية. كما قلنا أن هذه العملية تعد جراحة مغلقة، فهي تسمح للمرضى باستئناف حياتهم الاجتماعية بسرعة بعد الخروج من المستشفى. إذا كان عمل المريض غير متعب للغاية، فيمكنه العودة إليه بعد حوالي أسبوع من الجراحة. أما إذا كان لديه عمل شاق، فقد يكون بحاجة إلى فترة راحة تتراوح مدتها من 3 إلى 4 أسابيع.